في حلقتنا اللي قبل اللي فاتت كنا عرضنا على حضراتكم تقرير عن دعاء، لو يفتكر هي دعاء دي البنت اللي جت واقفة على باب مدينة الإنتاج وكانت بتستغيث بينا إن والدتها اتعمل لها عملية، دكتور أخطأ في العملية دي وقطع لها القناة المرارية وكان عندها مشكلة كبيرة وقاعدة بقالها سنتين مش عارفة إن هي تعمل عملية تاني ومعمول لها متركب لها بقى خراطيم وحاجات وكانت حالتها صعبة جدا، وإن البنت دي كانت يتيمة وملهاش غير والدتها بس وما عندهمش أي مصدر رزق وفي نفس الوقت ما عندهمش أي حد يساعدهم. هي استغاثت بينا وكان يعني لأنها كانت بتشتغل في محل طرح فطبعا اضطرت تسيب المحل علشان والدتها تعبانة وبالتالي حياتهم كلها اتلخبطت واتدمرت. والدتها كانت بتبيع حاجات وبدأت طبعا تتعب ما بيقدرش بيه، ما بقاش عندهم أي مصدر رزق، بدأوا ان هم يستلفوا عشان حتى تقدر تجيب لوالدتها العلاج، بقى عليها مبلغ كبير. المبلغ ده كان يعني وصل تقريبا ل 15,000. احنا الحمد لله بفضل الله وبمساعدة كل الكيانات اللي بتتعاون معانا تعاوننا مع مؤسسة مصر الخير اللي هم قدروا يسدوا لها الدين، وكانت المشكلة كلها في العملية، وكان العملية دي بما انها فيها تقنية فنية عالية فطبعا كانت المشكلة لان هي عملية كانت معقدة شوية فكانت لازم تتعمل في مستشفى معينة. بعد ما ودينا يعني وصلناها ببنك الشفاء، بنك الشفاء قال ان هو هيقدر يسدد مصروفات العملية لان هي المستشفى اللي كانت هتعمل فيها العملية كانت في مكان تاني مش من المستشفيات المتعاقدة مع بنك الشفاء، وهي كانت يعني هي ساكنة في العجمي وهي كانت المستشفى في أبو قير على ما أعتقد. فكانت المسألة إن كان في تكاليف عملية وتكاليف أجرة الطبيب اللي هي يعني المستشفى كانت 15,000 والطبيب حوالي 20,000 بعد ما حاولنا إن احنا نخفض مع التكاليف. يعني المسألة كلها كانت محتاجة ان يتعاون معانا اكتر من جهة، فتعاون معانا بفضل الله يعني الحمد لله رب العالمين، تعاون معانا البنك الشفاء وايضا المتبرع اللي دايما موجود معانا ده يعني ربنا يبارك له يا رب، الاستاذ هاني بير اللي قدم لها المبلغ. ولما راح معانا يعني جه معانا بنك الشفاء والاستاذ هاني بير، لما رحنا لحد دعاء وشاف حالة الحالة بعينيه، يمكن هو ده دايما اللي انا بقول الناس تروح وتجرب وتشوف بعينيها الحالات اللي هي عايزة تدعمها، هو لما جه وشاف معانا ادرك ان فعلا الحاله مستحقه جدا وان هي دعاء محتاجه اللي يقف جنبها ويساندها. ربنا يبارك له ان هو قال ان هو هيساعدها كل شهر بمبلغ يعني تقدر تسدد بيه احتياجاتها، وحاولنا ان احنا برضو نمدها يعني يكون في تعاون مع بنوك الخير، بنك الشفاء وبنك الكسا وبنك الطعام ان شاء الله عشان يقدروا يساعدوها. لحد كده الكلام حلو جدا والكلام كويس جدا، لحد كده ربنا سبحانه وتعالى يعني رزقنا برزق دعاء وربنا جعلنا سبب في ان هي يعني نقدر نسد احتياجاتها كلها ونقدر نقف جنبها ونكون سند ليها، ده بفضل الله ومنه علينا. البنت يتيمه ملهاش حد وظروف اللي انا حكيت لكم عليها للي ما شافش الحلقه بتاعه دعاء ووالدتها، ورحنا معاها وعملت العمليه بفضل الله وربنا الحمد لله يعني كتب لها النجاح في العمليه وخرجت بالسلامه والحمد لله، كله كان يعني اكتر مما كنا نحلم ونتوقع، وحاجه كانت جميله جدا جدا لان العمليه كانت صعبه وكانوا قالوا ان هي فعلا فيها خطوره، ومع ذلك ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكون يعني سبب في ان احنا نسد احتياجاتها وان العمليه تنجح ان شاء الله، وقدروا ان هم بعد كده يعني يقدروا يعيشوا حياتهم بشكل افضل. ولكن على يعني على غير العادة دايما بيجي لنا الفيدباك بعد اي حلقة او يعني رد الفعل، دايما الناس بتتعاطف مع الحالة، دايما الناس بتشوف الحالة دي ظروفها صعبة فتقول لك انا ممكن اساعدها بكذا او كذا. المرة دي رد الفعل كان عجيب شوية. كان عجيب ازاي؟ كان عجيب ان احنا في ناس اتصلوا بينا وحبوا ان هم يكلموني انا شخصيا، ووصلوا وكلموا زميلتي هدايه خضير في الاعداد، وبعد كده كلموا زميلي محمد عبد الرحمن مدير التحرير، يعني فضلوا يكلموا الناس وكانوا عايزين كمان علشان يوصلوا لي، وقالوا ان هم الناس دي من الشؤون المعنويه. بعد ما خلصنا حلقه الجمعه اللي فاتت كانت الساعه 2 بالليل تقريبا واتصلوا بينا، فاحنا قلنا شؤون معنويه متصلين بينا دلوقتي ليه الساعه 2 بالليل؟
فحد اتصل قال لنا انا اللواء فلان، وانا يعني بوصني على الحلقه بتاعت ام دعاء. طبعا احنا ارتبنا في البدايه، ويمكن هو سامعنا دلوقتي لو هو يعني احنا بنتكلم على في نفس الموضوع. المشكله ان احنا يعني برضو الحمد لله بحكم الخبره وكده، مش اي حاجه ممكن يعني حد نتعامل معاه بنصدقه من اول مره. فهو لما قال انا طب ماشي متشكرين، هو بيثني على ده متشكرين، ولكن اصراره ان هو محتاج رقم المتبرع وبشكل يعني ان هو محتاجه عشان يشكره، فدي شكنا فيها شويه طبعا. يعني ما رضيناش ان احنا في الاول خالص، قلنا نبحث الاول، واحنا لينا يعني اتصالاتنا بالشؤون المعنويه، الناس مشكورين بيتعاونوا معانا لما بنيجي ننزل نعمل اي شغل خاص ب يعني ممكن لازم يكون في تصريح، فبالتالي في تعاون بيننا وعارفيننا وعارفينهم. فاتصلنا بيهم لقينا انه بيقولوا ان اللي هو فلان ده، اللي احنا كمان بقى يعني مش كمان هو قالوا ان احنا تبع الشؤون المعنويه، لا، كان الاتصالات اللي بعدها ان هو بيتصل بدعاء نفسها، وكل مره باسم، كل مره بشكل. المره اللي بعدها ان هو من يعني من طرف او شغال في مكتب اللواء طارق المهدي المحافظ الاسكندريه الاسبق، وطبعا كلكم عارفين اللواء طارق المهدي يعني هو غني عن التعريف. فبالتالي ان هي قالوا لها احنا من طرف وبقى يتصلوا بينا برضو يقولوا لنا نفس الكلام، ويتصلوا بدعاء يقولوا لها وانت باقي معاكي كام من ال 20,000؟ ده الفلوس دفعتها يعني على الهوا قدامنا وصورناها، دفعتها للدكتور، يعني كل الفلوس اللي البنت خدتها اتدفعت في العمليه واتدفعت هنا، والحاجات اللي جايه لها الثانيه دي يا دوب تقدر تعيش بيها. وانت طمع يعني ان يكون العجيب ان حد يطمع، يعني يطمع في حاله يعني هي محتاجه التعاون ومحتاجه السند معاها، وكمان ان هم يدعوا ان هم من طرف اللواء طارق المهدي او ان هو من مكتبه، او احيانا كان يتكتب على درو كولر الرقم بتاعه ده طارق المهدي نفسه. فطبعا كانت المساله غريبه وعجيبه جدا، فكان لازم نرجع حتى للواء طارق المهدي ونطلعه على الامر، يعني ربما ان يكون في حد بينصب باسمه، او يكون حد بيحاول ان هو يعني يكلم الناس باسمه وهو حد ممكن يكون بره خالص، خاصه احنا عرفنا ان مفيش حد بالاسم ده من اللواءات اللي هو كان بيكلمنا، اللي فضلوا يسروا كام يوم يوميا يتصلوا باتصالات كتيره جدا جدا. يعني هو حتى لو انت سامعنا دلوقتي وانت حتى عايز تنصب او تعمل، يعني كان برضو مكشوفة قوي ان انت بتفكر ومين يعني هيقعد يتصل الاتصالات دي كلها عشان عايز رقم متبرع عشان يشكره يعني. فطبعا كانت غريبة جدا. احنا معانا دلوقتي اللواء طارق المهدي. الو، الو، ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك صحتك؟ والله يعني الحمد لله. يعني اتفضل. هو طبعا في شقين، الشق انعدام الانسانية ان سيدة محتاجة وانت كمان هي مش ناقصه، كفايه الدنيا صحيح معاها. ايوه، انك انت عايزه تنصبي عليها والراجل عايز ينصب عليها، ده موضوع الحقيقه يعني يستاهل ضرب النار يعني. أيوه. يعني او ده من ده هو كمان بيسالها حضرتك انت معاكي كام من الفلوس، باقي معاكي كام من الفلوس، وبعدين قال لها تعالي لنا في مكان علشان نشكرك بنفسنا، احنا خوفنا على البنت. يعني هذه السيده اللي في اكثر احتياجا، بدل ما حتى قلبه يوجعه، وده قلبه مش هيوجعه، بس اقصد يعني ده القصه يستاهل كل ما هيحصل فيه. ايوه، النموذج انا ما اعرفش هو شخص واحد ولا عده اشخاص. يعني رشحوني ده ترشيح دائم ان هم بيقترضوا باسمي، ده من ايام ما انا كنت محافظ يعني. يا ده بقى لهم فتره. من ايام ما انا كنت محافظ، ده بيخشوا على الاعلام ويعني بلغت بشكل ودي المباحث النت وحاجات كده. ويمكن قبل ما اتكلم كان في الفتره اللي فاتت، الشهرين اللي فاتوا، احدى القنوات تم معاها كده ودخلوه معايا على الهوا. يعني انا كنت على الهوا وقعدت في التلفزيون، وهو دخل باعتباره اللي هو طارق، وبعدين اكتشف فهرب. وبعدين من قيمه فتره اتصل بيا الاستاذ خالد اسماعيل، قال لي ده المشكله انك طالع ترو كولر طارق مهدي. ما هو بيطلع ترو كولر طارق المهدي فعلا. يعني فالقصه كلها، لكن خلينا نقول بلاغ بسيط، وحضرتك انا كويس انك اشرت اليه من الذكاء ببساطه. اللي طالب فلوس ده تعالى خد الفلوس، يعني تعالى خد الفلوس، خلينا نقطع رقبه واحد. انا يعني انا متخيل هل ده شخص واحد
بقاله في خلال سنتين ثلاثة يمارس هذه المهنة مع القنوات الإعلامية بشكل رئيسي. وجملة ده أنا ببني مستشفى أو ببني جامع أو ببني فلوس، الكلام ده لم ولن يحصل، يعني لم مش لم يحصل. هو كان عايز كمان رقم يا سيادة اللواء، كان عايز رقم المتبرع علشان يقول له كده احنا ما رضيناش نديله رقم المتبرع، ونبهت على زمايلي في الاعداد ان هم يقولوا دعاء ما تروحش حته، يعني ما تروحش تقابل حد في حته. ابن من ابنائنا كان ليه قصه كده، استاذ محمد سعيد محفوظ كان طلب له شقه وانا في اسكندريه ووفرتها له، كان يعني نطش حمام سباحه وجاله شقه، هي حدوته كده يعني. ابننا ده كان في التلفزيون وهو دخل عليه بيقول له، فالتاني بيشكره يعني الولد بيشكره باعتباره فلان. فانا اقصد نموذج غريب جدا. صحيح. هي يستدعي مباحث النت تدور عليه. يا ريت يعني فعلا، ويعملوا تتبع لتليفوناته يا فندم. تتبع عليه ويخلصوا عليه. الفكره ما فيش قناه يجي لها خبر زي ده، هم ليسوا سذج. العالم بيحط على الشكل فلوس، يعني المساله بتحول ليه خير يعني، تحول له فلوس وامرت ده. هو قدر يوصل للبنت نفسها يعني، وصل لدعاء وقال لها ان والدتك نموذج على الاطلاق. في حد في موقع المسؤوليه هيقوم بدور، يا هو بيتبرع من جيبه الشخصي لانه عنده هذه القدره، او مش هيقعد يمشي يعمل تبرعات. صحيح. كانت يعني هي كانت يعني كانت باينه قوي وواضحه جدا ان هي حاجه مش طبيعيه. انا مبسوط جدا وانت بتقولي انها باينه جدا وواضحه جدا، بمعنى ان اي حد ممكن يستشعرها، والاجابه السهل قوي، تعالى خد الفلوس وامضي فيك بس. صحيح خالص. صحيح. بس هو يعني هو برضو ممكن ينصب على مثلا يعني بنت زي دي، ان هو قال لها هو متخيل ان باقي معاها مبلغ، وشوفي يعني هو يعني قد ايه من النوع، انا مش فاهمه ايه. يعني انت حضرتك، انا بحميكي من تقولي كلمه بذيئه في البرنامج. ايوه صحيح. لكن هو دني يعني حاجه حقيره، ان هو قال لها تعالي احنا عايزين نشكرك بنفسنا، وبعدين والدتك هنطلعها نعمل عمره، بس محتاجين مبلغ بس نكمله. اتفرجت يعني، طب منين انت هتطلعها عمره؟ فطبعا البنت مش فاهمه. واكيد برضو كان بيعمل السيناريو ده مع ابننا محمود اللي كان واخد الشقه، اللي هو ايوه عنده شلل يعني. هو يعني بي 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 يعني بيقتنص او بيقض يعني بي بينقض على الحالات الصعبه. لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس هو طبعا يا ريت حضرتك برضو يعني تقدم بلاغ تاني علشان كده. هو اي قناه، اصل هو بيصادق قنوات التلفزيونيه مش عارف. ايوه يعني قاعد بقى مستني الحالات اللي يعني اللي زي كده. قصه متكرره، اعتقد كان في الحدث اليوم اللي انا قلت عليه قصه، واحد زميل لينا كان بيخدم معايا فبالصدفه بيكلمه عشان يطلب الفلوس في قناه ثانيه. فقال له، فابتدا يساله بقى اسئله، هو مش عارف الفرقه كرقم كام، ايه اللي هي الحاجات اللي هو عارفها عني. من الاخر الراجل ما حطش بطه يعني. فوصل طبعا ده بيعمل، قلت له الحقيقه دي بلاغ مفتوح لمباحث البيت. لا لا يعني فكرة استخدام اسم شخص، انما هو مرشحين يظهر بزيادة الا اذا كان في نماذج اخرى احنا عارفينها. ايوه لكن هو بقى له 3 سنين بيعمل هذا الجيم. غريبة قوي. كان الرقم اللي لازق في بقه 25,000 جنيه تبرع للجامعة والمستشفى. مش عارف وغير الرقم كمان ولا لسه يعني. هو واضح ان هو نصاب مش شاطر. ايوه والله بصراحه يعني كمان فاشل في النصب. لا فقد يعني، ما هو اصل هو يعني ممكن تبقى نصاب بس برضه في سنه رحمه بالناس اللي لا ما فيش رحمه يعني. طبعا مفيش رحمه يعني، خلاص انت صنعت عقل خاطئ انك تاخد من نفسه، لكن بتاخد من الاكثر احتياجا. صحيح. لصحته ومعيشته والاكل والشرب وايه ده. صحيح يعني نوع من الدناءه يعني، زي ما حضرتك قلت بالظبط. ربنا لا يعني لا ما هو فعلا يعني نموذج صعب، وازاي تواجد وازاي عاش وفي ظل متابعه ومراقبه يعني اتمنى اي حد من خلال مداخله حضرتك دلوقتي ان هو ياخد يعني يتوخى الحذر مش وارد خالص، مش وارد يعني. يعني حتى هفترض ان الواحد بيساعد في عمل جامع ولا بتاع،
صحيح. هتلاقينا زرنا الناس في مكاتبهم، يعني الموضوع يستاهل. ايوه لو كان الواحد عايز يخش فيه. طب اتمنى ان يكون في ناس كتيره سامعين حضرتك. لا هو المبالغ اللي بيطلبها هتبقى تليق بان يعني حد هو يعني كلامه كمان ما كانش مظبوط يا ست اللي هو، فيعني اتمنى ان يكون حد يعني كل الناس معانا دلوقتي يعني ويكون في حد. انا عايز اقول ان الموضوع كله شكله يتكشف بالسهوله. صحيح صحيح صحيح. لا المبالغ ولا الامكانيات ولا الطريقه صح. ولا حتى كان بيقول لي انه بيتكلم بتعنت شديد، وحتى اللي عرفني يعني هو طبيعه اللي بيسبوها في الحقيقه. ايوه ما فيش اللي بيتكلم بصلف شديد يعني. أيوة. حتى ايوه صحيح صحيح. انا مره خليت صحيح، انا مره خليت الصبح معايا في العربيه اكلمه. ايوه كلمه فليت انا سامعه بيكلمه والتاني بيرد عليه. ايوه انا اللي واضح كده يعني. أيوة. احنا عامه معانا الارقام بتاعته، ولو حضرتك محتاجها برضو تقدم بيها بلاغ فيعني، وهو سامعنا دلوقتي اكيد لانه واضح ان هو متابعنا يعني. انا ومره بقول لك عمل مداخله معاها التلفزيون، اعتقد ان اللي حضرتك عملتيه ده أيوة. يبقى رساله عشان ربنا يكرمنا ما حدش يخضع في الموضوع ان شاء الله، لان هو الاهم دلوقتي ان ما حدش يعني حرام اللي زي ده القرش خساره. صحيح صحيح ربنا يبارك فيك. الواحد خساره فيه لان هو صحيح على كل ما هو سيء. و يعني ناخد بالنا قدر الامكان. اشكرك جدا اشكرك جدا اشكرك جدا اشكرك اشكرك اشكر اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندريه الاسبق. ويعني كده احنا وضحنا الصوره، اي حد يخلي باله، اي حد يتصل بيه بحد هو مش واثق هو مين، يتاكد الاول ويعرف ان كلامه فيه ايه فحوى كلامه. طبعا هو لما اتصل بينا وقال ان احنا دلوقتي قاعدين في اجتماع محافظين، كانت الساعه 2 بالليل، اجتماع ايه محافظين اللي قاعدين الساعه 2 بالليل وبيشوف برنامج، قاعد بيشوف برنامج وجاي يتصل بينا عشان يشكرنا وفي نفس الوقت محتاج رقم المتبرع علشان يتصل بيه دلوقتي ويشكره. وبعدين ايه يعني ما يعني زمايلي قالوا له طيب، وعلى اساس ان احنا عقبال اول ما نشوف مين ده فيرجع يتصل تاني ويرجع يتصل تاني. فطبعا يعني كانت المساله شكلها مريب وشكلها مش صحيحه، باين جدا جدا يعني اي حد يقدر يفطن لده بحكم الخبره كمان طبعا، باين جدا ان هي حاجه مش طبيعيه. نخلي بالنا ونتوخى الحذر، وزي ما قال يعني سياده اللواء هو نوع من الدناءه، يعني انت رايح تطمع زي اللي بيقول لك مثلا يطمع في مال ايتام، زي اللي بيطمع في مال الارامل، زي اللي بيطمع يعني في مال حد مثلا، زي ما هو كده قال لك مثلا حد ممكن يكون عاجز، حد يكون في اي نوع من الانسانيه، يعني ما فيش انسانيه اصلا يعني. وبحكم يعني او يعني على يعني في هذا النطاق وهذا المنوال يعني او شيء بشيء يذكر، هو بس كلنا يعني دايرين في فلك معين او في الدنيا عامه، وممكن بنغفل اوقات كبيره يعني البعض منا، ربنا يا رب يعافي الجميع يا رب الا من رحم ربي، ان احنا دايما بنغفل ان في الاول وفي الاخر كلنا هنموت. يعني هي الحقيقه الوحيده الاكيده ان كل انسان هيموت ويقف امام المولى عز وجل لما يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وقت الحساب. خلي بالك من حاجه، ممكن ربنا يغفر لك كل الذنوب الا حقوق العباد، وحط تحتيها يعني كل الخطوط اللي انت عايزها الا حقوق العباد الا المظلمات. خلي بالكم الظلم ظلمات يوم القيامه. لو انت ظلمتني وانا قلت مش مسامحه وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل، فتاكد انها منها لرب السماء، وتاكد ان لا يحول بينها وبين ربنا اي حاجه، ودعوه المظلوم لا ترد، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حاجب. ده زي كلام الحبيب المصطفى، مش كلامي ده كلام الحبيب المصطفى، ان مفيش بينها وبين ربنا اي حاجه، يعني مفيش حواجب، مفيش اي حواجز ليس بينها وبين الله حاجب، حتى لو كان كافرا. يعني المظلوم ده لو كافر، ده كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتخيل لو انت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، او قلت اللهم اني مغلوب فانتصر، او قلت ان انا اختصم فلان عند الله، أو قلت إني أختصم يا رب عندك فخد لي منه حق، خد لي منه حقي. لو أنت يعني تعي إن في ممكن حد يختصمك عند الله، وإن أنت وقت الحساب مش هيكون لا خلاص مش هتعرف إلا دي لا يغفر فيها الله. تخيلوا بقى إن حقوق العباد لا يغفر فيها الله. لو أنت يعني مدرك ده جيدا، عمر ما حد هيعرف ما يقدر ولا يجرؤ إن هو يظلم حد.